السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام والأخوة والأخوات. اليوم نعلن لكم عن افتتاح الموسوعة العباسية الشاملة للأعمال الكاملة. طبعا هذا هو رابط المدونة تضم جميع الأعمال، وهذا هي الموسوعة العباسية الشاملة للأعمال الكاملة، تضم الكتب والسلاسل و الدورات والبحوث والتصاميم وصوتيات الفيديوهات لأخوكم أبي سعيد العباسي عبد الله بن سعيد محمد باوزير الذي هو من شرق اليمن حضرموت. تضم هذه جميع الكتب والسلاسل والدورات والبحوث والتصاميم، مجموعة تصاميم لأخيكم. من هنا عندنا هنا تم نشر 3 سلاسل تقريبا، إن شاء الله سوف ننزل وننشر بقية السلاسل وبقية الكتب على حسب الطريقة والبحوث، أيضا كل على طريقة مخصصة تناسب طبيعة هذا العمل. أيضا الصوتيات والفيديوهات جميعها إن شاء الله نريد أن نطرحها في هذه المدونة لتكون بالفعل موسوعة. تكون بالفعل موسوعة الأعمال الكاملة، نركز على كلمة الأعمال الكاملة، تكون موسوعة حقا، موسوعة شاملة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه المدونة وأن يكتب لها التوفيق.